السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله النهاردة هنستكمل الـ Periodic Motion Example of Periodic Motion اللي هي الـ Wave Motion اتكلمنا في الـ, الـ, Previous Session عن الـ Oscillatory Motion وقلنا إن الـ Oscillatory Motion زي الـ Motion of Pendulum ده بيكون at the both sides of rest position عايزين نشوف بقى دلوقتي الـ Wave Motion since إن هي periodic motion فأكيد هيحصل لها repeat itself in equal interval of time هيكون لها frequency و periodic time هنشوف بقى ايه difference بعد كده between ال oscillatory motion وال wave motion يلا نشوف الأول what's meant by wave ال wave it's a disturbance زي ما احنا شايفين كده ان انا لو عملت thrown stone inside the water هلاقي هيحصل هنا concentric circles ويبقى في disturbance في during ال during the propagation of the wave بتبتدي تعمل transfer لل energy uh, from أو uh, along the direction of the propagation يبقى عندي ال wave it's a disturbance propagates and transfers the energy in the direction of its uh, propagation. يعني نقدر نقول إن الرول of الwave إنها بتعمل ترانسفير للإنرجي from one point to another without a net transfer of matter إيه فكرة a not transfer of matter دي؟ يعني اللي بيحصل إن البولكيولز أو الـ particles of أو medium بيحصلوا vibrate without moving from point to point امال ايه اللي بيحصل له ترانسفير هي الويف يبقى الويف هي اللي بيحصل لها ترانسفير ولكن البارتكلز of medium اللي هي الماتر بتاعتنا بيحصل فيها ايه بيحصل فيها فايبريشن لو جينا شفنا التايبس of waves عندي تو تايبس للويفز الفيرست تايب بنسميه ميكانيكال ويفز and the second type electromagnetic waves هناخد الاكزامبلز examples عشان نقدر نعرف الكومباريزون comparison بينهم. الميكانيكال waves زي مثلا الووتر water wave، ويف water wave دي تعتبر transverse wave، هنعرف بعد شوية يعني ايه transverse wave. الساوند sound wave يعتبر ميكانيكال wave، ولكن التايب بتاعه كمان longitudinal wave. While الـ electromagnetic wave عبارة عن الويف wave of light أو الإلكترومغناطيس سبيكتروم اللي هو بيشمل إيه؟ بيشمل الميكروويف والراديو ويف والألترا والاكسراي والإنفراريد والإكس راي لايت والجاما راي يبقى أي حاجة من دول تعتبر إلكترومغناطيس ويفز. طيب الإلكترومغناطيس ويفز هنلاقيها all of the electromagnetic waves بتبقى ترانسفيرز ويف. يبقى أنا عندي تاني كده الـ classification بتاع الـ waves ميكانيكال ميكانيكال. الميكانيكال ان سام ويفز بتاعت الميكانيكال بتكون ترانسفيرز as الويتر ويف، while the other بيكون لونجيتيدنال ويف زي ساوند ويف. while الإلكترومغناطيك ويفز بتبقى عبارة عن ال lights وكلها بتكون ترانسفيرز ويف. تعالوا نتكلم بالتفصيل بقى على الميكانيكال ويف ونعرف ال conditions required to uh, produce الميكانيكال ويف. دي. أول حاجة لازم يكون في existence of source of vibration يعني لازم يبقى في عندي source. الحاجة التانية لازم يكون عندنا materialistic medium يعني يكون عندي medium. وبعدين يحصل disturbance والdisturbance disturbance that transfer from the source to the medium. يعني مثلاً لو إحنا عندنا التونينغ fork دي source of vibration وعندي Materialistic medium اللي هو الهواء فمِن تاب التونينغ fork هيحصل disturbance وبالتالي هيحصل transfer ال disturbance دي من source المين للميديوم. ادي اهو عندنا. يبقى السورس هنا مثلا بالنسبه لنا هي الستون الحاجه الثانيه Materialistic ميديم اللي هو الووتر وزي ما احنا شفنا بيحصل ديستربنس والديستربنس ده بيتنقل من السورس للميديم هنا برضو لما بيحصل ان بيبقى في عندي ساوند ويف الساوند ويف ده ممكن يكون سورس بتاع تونينج فورك او اي سورس للساوند بيبقى فيه Materialistic ميديم اللي هو الاير هنا وبيحصل ديستربنس بين الـ الـ ديستربنس ده بيتنقل من السورس لمين للميديا. يبقى دي, دي conditions required لـ obtaining الـ mechanical wave. أما الـ electromagnetic wave بقى، يعني الـ EMW عبارة عن إيه الـ electromagnetic waves؟ عبارة عن magnetic field وelectric field. زي ما إحنا شايفين الـ purple color ده هو الـ magnetic field. while الـ yellow بيكون هو الـ electric field يبقى هنا مش بتتكون من أو مش محتاجة medium لأنها هي عبارة عن إيه أصلًا؟ result from الـ vibration of mechanical field and electric field والـ vibration ده بيكون perpendicular to each other and perpendicular to the wave propagation يبقى هنا بيجي سؤال مهم الـ mechanical wave need medium to propagate، cannot propagate in space ولكن الـ electromagnetic wave can propagate in space. هقول له ليه؟ لأنها result from a vibration of electric field and a magnetic field. وزي ما احنا شايفين كده ان ال-vibration ده بيكون perpendicular لل-direction of wave propagation. فعشان كده قلنا ان هي بتكون كلها transverse wave. يبقى originated from vibrating el electric and magnetic fields، وده بيكون perpendicular to each other and perpendicular to the direction of wave propagation. يلا بينا نشوف الـ transverse wave والـ longitudinal wave. الـ transverse wave، since إن أنا انها wave، فهي عبارة عن disturbance، يبقى عبارة عن disturbance، بيحصل إيه فيها؟ تعالوا كده نشوف ال example بتاعنا. عندي ده الـ spring، وبدأنا نعمل نعمل موف السبرينج اب اند داون عملت له فايبريشن فهبص الاقي البارتكلز اوف ميديم وهي في مكانها ما بتحصلهاش ترانسفير من مكان لمكان تاني بيحصل لها فايبريشن اب اند داون ولكن اللي بيحصل له بروباجيشن هو الويف وشايله معاها ايه زي ما احنا شايفين كده الانرجي ترانسبورت يبقى عندي ادي برضو الراب برضو هعملوا fix it from one point and uh, بنعمل move the other point up and down أو the other end up and down فبيحصل هنا إيه؟ بيحصل vibration للparticles of medium up and down wave propagate uh, perpendicular للdirection of wave propagation يبقى عندي ال vibration بيحصل up and down والويب بروباجيشن بيكون perpendicular يبقى بالتالي ده يبقى النوع بتاع ترانسفيرز ويف يعني نقدر ان احنا نقول ان ترانسفيرز ويف particles of medium بيحصل لها ايه فايبريت واركز تاني على كلمه فايبريت يعني ما بيحصلهاش بروباجيت او ترانسفير وانما بيحصل لها فايبريت بيربنديكيلر للدايركشن بتاع الويف بروباجيشن لو جينا شفنا ترانسفيرز ويف هنلاقيها كونسيستس of Crest and trough. يبقى عندي الكريس اللي هي ال maximum displacement of the particles of medium في positive direction، while التراف بتبقي ال maximum displacement of the medium particles in negative direction. يبقى عندي ال maximum displacement في positive direction بسمي كريس، while ال maximum displacement in negative direction بنسمي تراف. أما الـ longitudinal wave، تعالوا كده نعمل experiment كده عشان نشوف ايه الفكرة بتاعتها. لو أنا عندي spring وبدأت أعمل push للـ spring ده from one end، هلاقي إن الـ particles of spring هيحصلها vibrate right and left والـ wave propagate parallel للـ direction بتاع الـ vibration. يبقى إذاً الـ longitudinal wave بيكون الـ particles of medium vibrate parallel to the direction of wave propagation. بتتكون من إيه بقى؟ بتتكون من compressions و rarefaction. Re ال compression أنا متابعاه أهو لو خدتوا بالكم بالأرو. ال compression بتكون area وال area دي ال particles of medium بيكون close to each other. While يعني بتبقى high particle concentration. While in case of rarefaction re اللي هي هنا اهي بيبقى اوف medium مالها بتبقى عندها لو كونسنتريشن يعني بتبقى ابارت فروم ايتش يبقى عندي بيكون أو close to each other فبتسبب هنا في ان بتكون هاي كونسنتريشن وايل اوف medium بتكون مالها بتكون لو كونسنتريشن. وزي ما احنا شايفين برضو أثناء الـ ويف wave الـ بتاعها برضو بيعمل ترانسفير للانرجي during الـ طيب لسه احنا قايلين في البداية إن الـ wave motion عبارة عن periodic motion وما هي periodic motion يبقى هيكون لها frequency هيكون لها periodic time. ومن الليسون بتاع الـ oscillatory motion عرفنا الفاكتور factor affecting على الفريكوانسي والبريودك تايم هو السورس وخلي بالنا بقى, بقى في الحته دي لان هنا هنتكلم بالتفصيل على الفيلوسيتي ونشوف الفاكتورز بتاعتها فانا عارفه ان frequency ديبند على السورس اوف فايبريشن طيب كنا بنعمل ديفينيشن للفريكوانسي في حاله الاوسيلاتوري موشن كنا بنقول ان a نمبر اوف كومبليت اوسيليشنز ان مينيت او ان سكند برضه نفس الكلام بالنسبه للfrequency اوف ويف موشن الفريكوانسي عبارة عن الـ number of waves in one second وبالتالي يبقى الميجرينج يونت بتاعتها يا إما الهيرتز أو الإكويفلنت يونت اللي هي سكند باور نيجاتيف 1 ليه بقول سكند باور نيجاتيف 1 لأن إحنا عارفين إن الفريكوانسي إيكوال 1 أوفر البريودك تايم الفريكوانسي depend on the source بمعنى بصوا أنا عندي إيه عندي تو تونينج فوركس فبنلاقي ان الفريكوانسي بتاع التونينج فورك ده 256 يبقى السورس ده مادام دام هنستخدمه سواء بقى عملت تاب للتونينج فورك دي and put it in air او عملت لها تاب وعملت لها putting in water او in solid كل الفريكوانسي بيكون بتاعها كونستانت لان انا ما غيرتش السورس أمال امتى الفريكوانسي يتغير؟ لو انا غيرت الـ source يعني جبت another turning fork فهلاقي ان الفريكوانسي بتاعها هيبقى ديفر عن الـ first فورك. fork. برضو ده نفس الحكاية عندي هنا الـ الـ برضو ده الـ source ده غير الـ source ده، فالـ ده بيديني low frequency هعرفه ازاي الـ low frequency؟ من إن النمبر number of waves هتكون أقل

إن هو عبارة عن ال position and the direction of vibration of particles of medium. يبقى لازم تكون ال points دول ولازم يكونوا طبعا successive يكون لهم نفس ال position ولهم نفس ال direction. فتعالوا معانا نشوف كده مع بعض هنبص نلاقي إن ال point A وال point A داش الاتنين لهم نفس ال position ولهم نفس ال direction أدي الويفة هي هتبتدي موف uh, uh, down وهنا برضو الويف موف down طب يا ترى هل في بوينتس تانية اه عندي السي والسي داش دي برضو نفس البوزيشن وهما الاتنين دول مالهم الاتنين دول successive ولهم نفس البوزيشن ولهم نفس الدايركشن يبقى ال-Distance بتوين سي وسي داش تعتبر الويف لينث او الديستانس بتوين الاي اند اي داش برضو الويف لينث او البي والبي داش طب البي والبي داش دول بنسمي البوينت دي ايه بنسميها تراف طب والاي والاي داش كريست يعني اقدر هنا بقى يعني اقول ان ده الجنرال ديفينيشن اوف ويف لينث اما لو حبيت اعمل ديفينيشن للويف لينث اوف ترانسفيرز ويف هاول اتس ا ديستنس بين تو سكسيسيف كريستس اور تو سكسيسيف ترافز طب بالنسبة للـ Longitudinal, the distance between the centers of two successive compressions or two successive rarefactions. احترت مش عارفة طيب of wave، أبتدي أستخدم الـ General Definition ده. يعني مثلاً لو إحنا قلنا what's meant by the wavelength of sound wave is the 5 meter. في الحالة دي لو أنا قلت it's a distance between two successive crests أو two successive troughs هشطب عليها cancelled طبعا ليه لأنها wrong ليه لأن احنا عارفين إن sound wave longitudinal wave فيا إما بقى عارفة type of the wave وبالتالي أعمل لها definition لو هي transfers يبقى distance between two successive crests أو two successive troughs أما لو كانت longitudinal يبقى the distance between the centers of two successive compressions or two successive طب احترت ومش عارفة الطيب ونسيت نسيت أعمل الـ definition ده إن هو الـ distance between two successive points having the same phase. طيب آدي ده أهو وبين طبعا ال compression وال rarefaction بيكون in the same direction of wave propagation. أما هنا دي الـ transfers wave بيبقى الـ particles of medium vibrate perpendicular للـ direction of wave propagation. وأدي عندي أهي الـ wavelengths اللي هي الـ distance between two successive crests or two successive troughs. وبالمناسبة ال compression equivalent لل يعني ال compression بيكون high uh, high concentration وبرضو ال crest هنا اللي بتكون برضو high concentration أما ال rarefaction فنقدر نقول إن هو equivalent لمين؟ equivalent لل trough طيب نيجي بقى على ال velocity of propagation تيجوا كده نفتكر مع بعض يا ترى في حالة الـ oscillatory motion كانت الـ velocity عبارة عن إيه؟ برضو عبارة عن الـ distance اللي traveled in one second. طب ولكن بقى خلي بالنا بقى من هنا. الـ velocity كانت بيحصل لها differ according للـ position of vibrating body. فلو كان الـ vibrating body at the maximum displacement في الحالة دي ال velocity كانت equal zero while when passing the rest position كانت ال velocity بتكون maximum يبقى إذا ال velocity of oscillating body بيبقى depend on the position of vibration بتاع ال oscillatory body طب يا ترى velocity of propagation of the wave depend على إيه؟ depend على الـ type of medium and الـ temperature only. يعني هما دول الـ two factors اللي affecting على the velocity of the wave. فهنا the velocity is the distance traveled by the wave in one second in direction of propagation و depend على الـ type of medium and الـ temperature. لو جينا شوفنا عندنا الـ v يوال ايه هنلاقي إن ال v equal x over t، يعني distance over الـ time، أو الـ distance دي أقدر أقول عليها لو أنا عندي one wave، يبقى الـ distance دي equal الـ wavelength، والـ time اللي taken to make one wave هتبقى عبارة عن الـ periodic time، يبقى هنا الـ distance بتبقى عبارة عن الـ wavelength، while الـ time بيكون equal الـ periodic time. طب أنا عندي one over the periodic time equal a equal the frequency. يبقى أقدر أقول أن the velocity equal the wavelength times the frequency. يبقى أنا عندي three rules أقدر أجيب منهم أو أعمل calculation velocity of wave. وطبعاً بستخدم أنه rule according للgevens بتاعتي. لو عطاني total distance total time يبقى a total distance over a total time. لو عطاني الويف Wavelength والـ Periodic Time يبقى عندي الويف Wavelength over الـ Periodic Time بيديني الـ أما لو عطاني الـ Frequency والـ فبعمل البرودكت Product بتاعهم بيديني الـ Velocity of ان Wave in the Medium. تمام، يبقى إحنا دي نقطة مهمة جدًا إن إحنا نعرفها، إن الـ Velocity depend على type of medium والـ doesn't depend لا على ال frequency ولا على ال wave length. طيب يلا بينا كده نشوف يا ترى لو عملنا changing لل frequency وهعمل changing لل frequency ازاي عن طريق changing ال source يعني هجيب two different sources. عايزين نشوف ايه تأثير ده على ال velocity وعلى ال wave length. في حالة changing ال frequency by changing ال source in the same medium يعني انا دلوقتي مثبته الميديم يعني مثلا جبت تو تانينج فوركس الفيرست وان بفريكوانسي مثلا 1000 والسكند وان بفريكوانسي مثلا 200 يبقى عندي كده الفريكوانسي ديفر ولكن الاتنين تاب وخلتهم in air يبقى ما انا عندي air medium واحد يبقى ال velocity هتكون constant فكده مين اللي هيتغير؟ اللي هيتغير هو ال wavelength طب يا ترى ايه الريليشن بين الفريكوانسي والويف لينث تعالوا كده نشوفها واحده واحده احنا بنقول دلوقتي الـ v equal لامدا times nu since ان انا في ذا سيم ميديم يبقى عندي الـ velocity doesn't change يبقى الـ velocity constant يبقى الريليشن relation اللامدا اللي هي ال wavelength وال frequency بتكون inverse relation يعني اقدر اقول لما يكون الفريكوانسي حصل له increasing يبقى هلاقي الويف لانس يحصل له decreasing اهو شايفين الويف wavelength اما في حاله لما بستخدم source يكون الفريكوانسي بتاعه ماله سمول اللي بيحصل بلاقي ان الويف wavelength هيحصل له ايه هيبقى longest ويف شايفين كده ادي ده الويف wavelength هنا بيكون short ليه لان الفريكوانسي بيكون large أما بالنسبة لل اللي بيكون فيها ال source frequency بتاعه small فبلاقي ال wave بيكون longest wave length يعني نقدر إن إحنا نقول هنا لو حبيت أعمل ratio between ال frequency وال wave هلاقي إن ال هنا inverse فيبقى نيو 1 over نيو 2 equal لندا 2 over لندا 1. يبقى دي الريليشن اللي بستخدمها في حالة إن أنا يبقى عندي تو ديفرنت سورسز يبقى تو فريكونسز والحالة التانية وفي نفس الوقت بيكونوا بروباجيت الويف دي إن ذا سيم medium فيبقى الفيلوسيتي عندي كونستانت فأقدر أقول إن نيو 1 أوفر نيو 2 إيكوال لامدا 2 أوفر لامدا 1 طيب تمام جدا تعالوا كده نشوف لو عملنا تشينجينج للفيلوسيتي إزاي أعمل تشينجينج للفيلوسيتي أوف ويف by changing in medium. فانا عندي الـ v equal lambda times انا غيرت الميديا يبقى ال velocity هيحصل لها change. لكن الـ واحد انا مستخدمه one source. اللي هو مثلا جبت تورن فورك زي ما اتفقنا عملت لها تاب وبعدين حطيتها مره في الاير ومره ثانيه في الووتر يبقى في الحاله دي انا غيرت الميديم لكن ما غيرتش السورس وبالتالي الـ frequency هنا هيكون constant. اه هنلاقي إيه بقى اللي هيحصل؟ الـ velocity هنا fast وهنا slow، يبقى الـ velocity والـ ات lengths at constant frequency relation بينهم بتكون دايركت، فأقدر أقول إن v1 over v2 زي ما اتفقنا هنا الـ frequency واحد لأنها هي wave واحدة source واحد، ولكن نتيجة لإن الـ medium هنا كانت الفيلوسيتي بتاعته فاست وهنا الفيلوسيتي اوف ويف بتكون مالها سلو طب عرفت منين عشان احيانا بيجي لي الفيجر ويقول لي ان واحده مثلا او قولي الميديم اتنقل من ميديم من ميديم يكون الدنستي بتاعته عاليه او اقل ده هيبان كمان في اللايت لما نيجي ناخده ان شاء الله هعرف منين اذا كانت الفيلوسيتي كبيرة أو صغيرة من خلال الـ wavelengths، إحنا هنا الـ wavelengths، الـ distance اللي بين التو كريست وشايفين الـ distance هنا بين التو كريست crests بدأت تبقى shortest wavelengths، فمدام shortest wavelengths يبقى إذا الـ velocity هنا حصل لها decreasing وبقت slow، يبقى هنجيب علاقة بين الـ v والـ تنسى إن الـ new constant يبقى v1 over v2 equal لامدا 1 over لامدا 2. يبقى ال relation between the velocity وال wavelength direct while the relation between the velocity وال frequency بتكون inverse هنتكلم على ال strategies to solve the wave motion problems ال first one ال velocity قلنا ال velocity اقدر ان انا اعمل لها calculation يا اما من ال total distance over the total time أو الـ wavelength over the periodic time أو الـ wavelength times the frequency. الـ wavelength الـ wavelength ممكن أجيبه من هنا. الـ wavelength equal a v over nu or v over the periodic time يديني الـ wavelength. أو في رول تاني برضو قلنا ده كل ده بنستخدمه according للـ given اللي هيديهولي

in case of uh, uh, constant median، في الحالة دي ال بتكون constant، ويبقى ν1 over ν2 يكوال لندا 2 over لندا 1. in case of changing الـ velocity، uh, يعني changing ال median، يبقى ال frequency is the same، constant، يبقى v1 over v2 يكوال لندا 1 over لندا 2. طب يلا بينا كده نجرب في شوية problems كده مع بعضنا. The opposite figure shows a wave which is traveling through medium X then it moves to another medium Y. آدي الـ wave أهي. وقال لي a wave. خلي بالنا a wave ده يعني معنى كده إن أنا عندي source واحد بس. يبقى بالتالي ال frequency doesn't change طب حلو جدا. الـ دي حصل لها إيه؟ حصل لها transferring من medium X to medium Y. نتيجة الترانسفيرينج ده حصل changing للفيلوست هو عايز بقى ratio between the speed of the wave in medium X to the speed of wave in medium Y يعني عايز VX over VY طيب نرجع كده مع بعض ونفتكر هي الـ V إيه الـ rules بتاعتها a total distance over a total time or a lambda over a periodic time or ال velocity equal ال frequency times ال wavelength طيب ايه في rules دي اقدر استخدمه هل انا عندي اي داتا لل time او ال periodic time ال during passing the wave in medium x or medium y ما عنديش اي حاجة بتقول ان انا عندي time يبقى اذا هنا انا هستخدم ان رول هنستخدم الرول ان الفي اكوال الفريكوانسي تايمز الويف لنج الفريكوانسي قلنا كونستانت يبقى عندي ريشيو في اكس اوفر في واي هتبقى اكوال لامدا اكس اوفر لامدا واي طب اللمدا هقدر اجيبها منين هقدر اجيبها من التوتال ديستنس اوفر نمبر اوف ويفز اه سينس ان نمبر التوتال ديستنس هنا ايكوال التوتال ديستنس اللي ترافلد فيها الويف في الميديام واي يبقى معنى كده ان اللمدا انفرس مع الان تاني اهي يلا بينا هنقول الاول في اكس اوفر في واي المفروض البي بتساوي نيو في لمدا بس النيو كونستانت فعملت لها كنسلد يبقى بي اكس اوفر في واي ايكوال لمدا اكس اوفر لامدا واي

ما دام الديستانس كونستانت يبقى الريليشن بين اللامدا والنمبر اوف ويفز انفرس فهرجع للرول بتاعي في اكس اوفر في واي ايكوال لامدا اكس اوفر لامدا واي ايكوال ان واي اوفر ان اكس يبقى عندي ال ان واي يلا بينا كده نعدهم مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 يبقى عندي 7 ويفز While in case of medium X, you want to. You the ratio between the velocity of wave in medium X and medium Y equals 7 to 2. You the answer letter A. A man saw a toy duck on a wave in an ocean. He noticed that the duck moved up and down 15 times per minute. A. أجيب من ده الفريكوانسي يبقى الفريكوانسي عبارة عن النمبر أوف ويفز أوفر التايم بس ما إن أنا أعمل conversion time للتايم فروم المينيت تو سكند يبقى 15 أوفر 60 كده جبت مين جبت الفريكوانسي هي رافلي ميجورد ذا ويف لانس أوف ذا أوشن ويف لقاها قد إيه 1.2 متر طب طالب مني إيه بقى عندي داتا للفريكوانسي وداتا لمين ل ال طالب مني time taken by the toy duck for going one time up and down يعني كده عايز ال periodic time عشان يعمل one wave وعايز إيه كمان وعايز ال velocity طب ال periodic time equal إيه ال time over the number of waves يعني عندي 60 over the 15 ده من نسبة احنا جبنا الاول الفريكوانسي هو طالب زي ما اتفقنا البريوديك تايم ممكن ان انا اقول يا اما اجيبه على طول البريودك تايم اللي هو التوتال تايم على النمبر اوف ويفز او عباره عن ايه الريسيبروكال اوف الفريكوانسي فجبنا الفريكوانسي اوفر مين آه الفريكوانسي وبحسبت البيريودك تايم من 1 اوفر الفريكوانسي وهنا عملنا كونفرجن للتايم طيب كده معانا الـ تايم ومعانا الـ ومعايا كمان الـ wavelength أقدر أجيب الـ أو بسهولة بقى يبقى الـ يا إما عبارة عن الـ wavelength أوفر الـ تايم أو عبارة عن الـ frequency times الـ أي رول بقى أقدر أستخدمه هنا استخدمت إن الـ velocity الويف الـ تايمز times And the velocity the wave in the ocean equal 0.3 meter per second. The opposite figures show two turning forks attached to two springs. What is the type of wave that will be produced in each figure when the forks vibrate? Figure one. ال بتاع ال fork هيكون إزاي؟ up and down up and down وال of the wave هيكون perpendicular لل of particles of medium ففي الحالة دي الفيجر 1 هيكون عبارة عن transfers wave while in figure 2 ال بتاع ال fork وبالتالي ال بتاع ال-particles of the ال السبرينج بتاعنا هيبقى ليفت اند رايت يبقى هيبقى كده بالمنظر ده هيروح ويجي كده طب والويب بروباجيشن هتكون ان ذا سيم دايركشن يبقى ان كيس اوف فيجر 2 التايب اوف ويف بتكون لونجيتودينال يبقى فيجر 1 ترانسفيرز ويف وايل فيجر 2 لونجيتودينال ويف Letter A. A speaker generates sound waves which complete one vibration every three milliseconds. اوعى نفتكرها متر سكند دي مش حاجه اسمها متر سكند. ال M دي ال M small دي ملي سكند. طب والملي 3 ملي سكند دول خدهم عشان يعمل ايه؟ يعمل one complete vibration. يبقى اذا ده يعتبر ال periodic time. يبقى انا كده معايا من ال statement ال first statement دي معايا ال periodic time 3 ملي سكند. ولازم طبعا اعمل كونفرجن يبقى 3 تايمز 10 ذا باور نيجاتيف 3 خلاص تمام يبقى احنا جبنا من الجزء الاولاني يعني ده البيريودك time بعد كده بيقول لي ا بيرسون 170 متر اواي فروم ذا سبيكر hears the sound after 0.5 second from producing the sound. نعمل هنا كده في ستوب نقف هنا ونشوف statement دي أقدر أجيب منها إيه. عطيني distance وعطيني التايم. خلاص يبقى اقدر اجيب ال velocity ال velocity equal ال total distance over the total time 170 over 0.5 بقى معايا ال periodic time ومعايا ال velocity طالب مني ايه؟ طالب مني ال distance between a compression and successive rarefactions اه طب تعالوا كده نشوف ال distance between the compression وال successive rarefactions دي هنلاقيها represented half the wavelengths. لأن إحنا عندنا ال wavelengths the distance between two successive compressions or two successive rarefaction. يبقى لما أخد distance between the compression وال successive rarefaction يبقى ده يعتبر half the wavelengths. يعني المطلوب مني دلوقتي إن أنا أعمل calculation لل wavelengths. وبعدين أعمله divided the فيديني فيديني distance المطلوبة. طب نرجع تاني للداتا بتاعتنا احنا عندنا ايه عندنا periodic تايم اللي هو طلع 3 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 3 لان ده التايم اللي هياخده عشان يعمل 1 كومبليت او 1 اي 1 ويف طب تمام جدا وعندي الفيلوسيتي حسبناها قلنا إن انها توتال ديستانس اوفر التوتال تايم اللي هي هتبقى 340 من هنا اقدر اجيب اللامدا اللامدا ايكوال ايه في تايمز ال تي تطلع 1.02 متر طب حلو جداً هل أنا عايزة الـ Wavelength يا جماعة؟ لا أنا عايزة Half الـ Wavelength اللي هي الـ Distance Between Compression والـ Successive rarefaction طيب عندي Half الـ هتبقى عبارة عن 0.51 متر A uniform oscillating wave is traveling in a stretched drop of length 20 meters at a speed، يبقى أعطيني آدي السبيد أهي اللي هي ال 0.8 اللي هي الـ v يعني. if 25 complete waves pass a certain point in 5 seconds، أه هنا دولت الـ number of waves وهنا الـ time، يبقى كده أقدر أجيب الـ frequency، يبقى أنا معايا دلوقتي الـ velocity ومعايا الـ frequency، طالب مني إيه؟ What is the number of complete waves across the whole length of the rope؟ طبعاً اللنس هنا بتاع الروب هيبقى عبارة عن التوتال ديستنس. طب نرجع تاني كده ونرتب أفكارنا يبقى أنا دلوقتي معايا الفيلوسيتي وقدرت أجيب الفريكوانسي يبقى من خلال الفيلوسيتي والفريكوانسي هنجيب الويف wavelength. طب وبعدين هنعمل إيه بالويف ما من عندي الويف لانس إيكوال التوتال ديستنس over the number of waves وبالطريقة دي أقدر أجيب له النمبر of waves تعالوا كده نعملها واحدة واحدة يبقى عندي أول حاجة الفريكونسي عبارة عن النمبر of waves over time يبقى 25 over 5 second يديني 5 hertz طب كده جبنا الفريكوانس. وعندي قلنا الفيلوسيتي velocity. الفيلوسيتي velocity موجودة عندي بكام؟ ب 0.8 أقدر أجيب الويف الwavelength عبارة عن الفيلوسيتي over the frequency طلع لي 0.16 متر طيب تمام الويف wavelength في نفس الوقت ايكوال ايه التوتال over اوفر النمبر اوف ويفز بقى معايا اللمدا والتوتال ديستنس ده اللي هو length اوف ذا روك يبقى اقدر اجيب النمبر اوف ويفز يبقى النمبر اوف ويفز التوتال ديستنس اللي هي 20 متر اوفر الويف wavelength 0.16 يبقى اذا النمبر اوف ويفز 125 ويفز The laser beam reaches the surface of the moon آه، بيقول لي ليه الليزر بيم يقدر إن هو يوصل للـ surface of the moon؟ ليه يا ترى؟ طبعاً الليزر ده يعتبر electromagnetic wave، وإحنا لسه قايلين في الفيرست first slide إن all electromagnetic waves بتبقى considered إيه؟ considered the transverse wave يبقى ما هياش Need Medium to Propagate لأن ده Electromagnetic زي ما اتفقنا. ما هياش Mechanical، ما هياش Mechanical، يبقى إذا الأنصار إن هو Electromagnetic Wave doesn't need أو doesn't require Medium to Propagate. يبقى الأنصار Letter C. From the opposite graph the wavelengths. أه خلي بالنا بقى, بقى هنا لأن هنا فيه تريكاية جامدة احنا مفروض الويف الامبليتيود بتاعها بيكون ماله بيكون كونستانت بمعنى ان هو لو عمل امبليتيود في البوزيتيف دايركشن الفاليو بتاعته لو قلنا دي 1 2 3 لو هنا الامبليتيود 3 متر يبقى هلاقي هنا برضو الامبليتيود 3 متر وهنا الامبليتيود 3 متر يبقى الـ distance خلي بالكم vertical distance عشان ده بيجي سؤال دايماً في الامتحانات ال vertical distance مدام قالي vertical distance يبقى انا هفكر في ال amplitude between the crest and the successive trough يعني انا عايزة ال distance دي كلها اه الـ distance دي كلها عبارة عن two amplitude ولكن لو بيكلمني على horizontal distance زي في الحالة بتاعتنا دي يبقى أنا كده أقدر أجيب ال wavelengths يبقى ال horizontal distance بيعتبر آآ آآ يعني method to get the wavelengths while the vertical distance ده related لل amplitude طب حلوة هل البارت ده من the wave يا جماعة عبارة عن يعني منتظم regular لا حلاقي هنا ال amplitude هنا بتو لكن هنا قلنا 3 3 3 فانا هنا قدامي حل من اتنين في حل بسيط قوي ان انا عندي تو سكسيسيف كريست فالكريست دي عند 10 والكريست دي عند 30 سنتيمتر فيبقى الديستانس اللي بينهم 20 سنتيمتر هعملها كونفرجن ميتر لان كل الانسرز عندي بالميتر فيبقى 0.2 متر طب لو الحل التاني ممكن ما يدينيش كده تو كريست ممكن يوقفني عند هنا مثلا اه لو وقفني عند هنا وما كملش ما اقدرش اعتبر البارت ده جزء من الويف ليه لان احنا اتفقنا ان الامبليتيود هنا غير هنا غير هنا طيب امال اعمل ايه يعني لو وقفنا لغايه هنا فهنجيب الديستانس بتوين الكريست والتراف دي اللي هي 20 10 هيدينا 10 طب ده بيمثل لي ايه بيمثل لي هاف اللمده يبقى عشان اجيب اللام هيبقى عباره عن ايه عباره عن 10 تايمز 2 فتديني برضو ايه 20 يعني انا بحلها لكم بكذا طريقه ممكن اخد من هنا من هنا الديستانس 5 لغايه 35 فيبقى الديستانس بتوين ال 5 وال 35 عباره عن 30 طب خلال ال 30 دول عمل قد ايه ويف تعالوا كده نشوف هبتدي هنا من هنا الكاونت يلا بينا ادي كده 1 And the half. يبقى أنا هعمل distance هتكون 30 سنتيمتر over الـ number of waves اللي هي هتكون 1.5. يبقى دي 3 methods مختلفين أهو عشان أقدر أجيب الـ length. Which of the following sound waves have or has the highest uh, frequency knowing that they all travel Uh, the same distance دي in the same medium. Same medium يعني velocity واحدة وال distance واحدة. يبقى إذن هنا هعرف منين ال highest frequency هعرفها من the number of waves. لو جينا شفنا هنا the number of waves at one, two and half. يبقى هنا 2.5 the number of waves. One, two. يبقى number of waves two. One, two. برضو number of waves هنا two. تعالوا كده نشوف D, 1, 2, 3 يبقى إذن الدي ال-D هنا النمبر وفايلز عندها بتكون هي الجريتست نمبر وبالتالي يبقى الفريكوانسي of letter D هو الجريتست فريكوانسي أو ال-highest frequency When a person listens to the sound of the radio as in the drawing يعني آه هو بيسمع صوت الـA الراديو ناخد بالنا بقى من السؤال لان انا ممكن اسالك عن الويف اللي هي ريتش للبيرسون ده او الويف اللي هي ريتش للراديو في الحاله دي مختلفين لو قلنا الساوند اللي ريتش او الويف اللي ريتش تو ذا بيرسون فده هيكون عباره عن ساوند wave ودي قلنا ميكانيكال ولونجيتودينال wave. أما لو بيسألني على الويفز اللي ريتش للراديو، فدي electromagnetic wave اللي هي بتتمثل في الوايرلس الوايرلس ديفايس، بيبقى فيه هنا الأنتنة اهي بتبتدي تعمل ريسيف للوايرلس اللي هو بيكون electromagnetic wave، دام هو electromagnetic wave يبقى الفاليو أو التايب ال type بتاعه بيكون ترانسفيرز wave، يبقى ما هياش ميكانيكال، كنسل A وD. يبقى قدامي هنا B و C هي electromagnetic فعلا ولكن ما هياش longitudinal لأن احنا قلنا all the electromagnetic waves بتكون transfers لأن هي عبارة عن إيه زي ما اتفقنا result from or originated from vibration of magnetic field and electric field وبيكونوا الاثنين perpendicular to each other and perpendicular للwave propagation. Calculate the value of y given that the table show the wavelengths and the frequency of different waves all having equal and constant speed يبقى بروباجيت اكيد in the same ايه medium طب تعالوا كده نبص بنام بروباجيت in the same medium يبقى ال velocity constant وبالتالي لو خدت اي value من لامدا يعني قلت لو دي لامدا 1 times ال new 1 هلاقيها equal ايه lambda 2 تايمز الميو 2 لان الفيلوسيتي كونستانت لان احنا بروباجيت الويفز دي ان ذا سيم ايه ان ذا سيم ميديم طيب هو عايز هنا الفاليو بتاعه y طب قدامي بقى كذا حاجه اهو ممكن اقول 10 تايمز 60 ايكوال y تايمز 40 فهتديني الفاليو بتاعه الواي اللي هي value بتاعه الويف لينس او اخد الواي

آه بالطريقه دي تكون آه يعني اتكلمنا على المين بوينتس بتاعه الويف وحلينا شويه ان شاء الله السيشن القادم هيكون في ابلكيشنز اوف الويف موشن اشوفكم على خير كان معاكم مسز سوسن سامي